بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الخامس، اليوم درسنا عن أحكام الصلاة، ونتعلم في هذا الدرس أهمية الصلاة في حياة المسلم، تعريف الصلاة وشروطها، أركان الصلاة وسننها ومكروهاتها. أعزائي الطلاب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. نستنتج من هذا الحديث أن الصلاة تكفر، ماذا تكفر؟ تكفر الخطايا والآثام، كما أن الماء يذهب الأوساخ والدرن. أعزائي الطلاب، ما هي أهمية الصلاة في حياة المسلم؟ الصلاة هي من أهم أركان الخمسة، أو أهم وأعظم أركان الإسلام 5، وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما أنها أفضل العبادات لأنها تصل العبادة بخالقه وتتكرر في كل يوم عدة مرات. لذلك قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة هي من أوجب العبادات وأهمها، وقد فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، والقرآن الكريم لم يفصل أركانها ولا كيفية أدائها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا كيفية أدائها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أحباب الطلاب، الصلاة هي أحد أركان الإسلام 5، أما الأركان الباقية فهي تملؤها في البيت: الشهادتان، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت الحرام. ما تعريف الصلاة؟ الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. ما شروطها؟ شروط صحة الصلاة، أي التي يجب أن تتوفر لكي تكون الصلاة صحيحة: أولا النية ومحلها القلب، وهي ضرورية قبل أي عبادة. والأمر الثاني دخول وقت الصلاة، فلا تجوز الصلاة قبل أن يدخل وقتها. والأمر الثالث طهارة البدن والثوب والمكان. والأمر الرابع ستر العورة. والأمر الخامس استقبال القبلة. أحبائي، هناك شروط لا بد من توفرها في الصلاة وفي غيرها، وهذه الشروط تسمى شروط الوجوب، وهي 3: الإسلام، فلا تجب الصلاة على غير المسلم أي على الكافر، كذلك العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون وفاقد العقل، والتمييز، وهو العمر الذي يميز فيه الطفل بين الأمور ويتراوح سن التمييز بين 5 وبين 7. ما هي أركان الصلاة؟ أركان الصلاة هي مكونات الصلاة الرئيسية، فإذا ترك المصلي أحد هذه الأركان بطلت صلاته. وعدد أركان الصلاة 14 ركنا كما في هذا الجدول الذي ترونه أمامكم. أول ركن هو القيام للقادر عليه، والأمر الثاني هو تكبيرة الإحرام، أن يكبر تكبيرة إحرام وهو قائم. الأمر الثالث أو الركن الثالث هو قراءة الفاتحة. والركن الرابع وهو الركوع، في كل ركعة ركوع واحد. الأمر الخامس أو الركن الخامس هو الرفع من الركوع. والركن السادس هو الاعتدال من الركوع قائما. والركن السابع هو الجلوس بين السجدتين. والركن الثامن هو الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة. والركن الحادي أو التاسع هو التشهد الأخير. والركن العاشر هو الجلوس للتشهد الأخير. والركن الحادي عشر هو التسليمتان. والركن الثاني عشر والأخير هو الترتيب بين هذه الأركان. أعزائي الطلاب، نتكلم الآن عن سنن الصلاة.
سنن الصلاة هي أقوالا وأفعالا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بترك شيء منها سهوا أو عمدا، وتنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. أما السنن القولية فمنها دعاء الاستفتاح، طبعا هناك عدة أدعية لدعاء الاستفتاح، من هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. السنة الثانية الاستعاذة والبسملة قبل القراءة. الثالثة التأمين عند الانتهاء من قراءة الفاتحة. الرابعة قراءة سورة أو آيات من القرآن بعد الفاتحة في أول ركعتين من كل صلاة. الخامسة الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الصلوات الجهرية. أما سنن الصلاة الفعلية فمنها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أثناء القيام، والنظر إلى موضع السجود. ما هي مكروهات الصلاة؟ من مكروهات الصلاة إغماض العينين بدون سبب، والالتفات والنظر في الصلاة إلى السماء، والعبث بكل ما يلهي في الصلاة كالعبث بالساعة أو ما يضعه الرجل على رأسه، وأيضا التخصر في الصلاة أي وضع اليد على الخاصرة، وافتراش الذراعين في السجود بأن يضع مرفقه على الأرض، وتدافع البول والغائط، وفرقعة الأصابع. أحبائي الطلاب، نتعلم من هذا الدرس: الصلاة ما تعريفها؟ تكتب على الدفتر وترسل إلى المعلم. ما هي شروط الصلاة؟ ما هي سنن الصلاة؟ ما هي مكروهات الصلاة؟ الأوقات التي تكره فيها الصلاة. هذه الأنشطة كذلك تكتب في البيت وترسل للمعلم. ومن هذه الأنشطة أو السؤال الأول: ما هو أول عبادة فرضها الله تعالى على عباده؟ السؤال الثاني: عرف الصلاة. السؤال الثالث: الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة، اكتب دليلا على ذلك من القرآن. وباقي الأنشطة تكتبونها في البيت ثم ترسلونها إلى المعلم. وجزاكم الله تعالى على حسن الاستماع. اللهم صل على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.